وسهلا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات مطبخنا سارة. اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير وصفة النوغا. نحتاج إلى المقادير التالية: زوج حبات بياض بيض، 200 غرام كما راكم تشوفوا 3 أرباع هذا الكاس عسل ما يعادل 200 غرام عسل، 200 غرام سكر، باكي واحد تاع فانيليا أي 7 غرام، شوية ملح، شوية مبشور ليمون. والمكسرات عندي هنايا اللوز، هنا راه كاين 280 غرام لوز و110 غرام بيستاش. هنا في زوج نحمروهم يعني او نحمصوهم في الفرن غير شويه يعني قد ما يحمروا لنا شويه ونخرجوهم من الفرن. اذا بسم الله نبداو في طريقه التحضير. نوضعوا الكسرونه تاعنا فوق النار، نار هادئه يعني قليله بزاف، ونفرغوا فيها العسل تاعنا. هكذا نفرغوا فيه السكر ونقعدوا نخلطوا في هادو اثنين فوق النار هاديه او قليله بزاف. انا درتها يعني كاع الصغير هكذا باش ما يقلقناش، لان غادي نقعدوا نحركوا فيها كيما هكذا يعني من 15 ل 20 دقيقه. اذا هكذا بعد مرور 15 دقيقه من التحراك راح يولي الخليط على هذا الشكل. اذا هكذا خلاص نطفو عليه النار وبياض البيض تاعنا، نديرو بياض البيض في الخلاط، نضيفو له شويه تاع الملح، نخلوه يتخلط مليح حتى يولي يونج. خلاص هكا راه طلع بياض البيض تاعنا كما راكم تشوفوا. خلاص الان راح نقلعوه من الخلاط. اذا في الخليط تاعنا راح نديرو شويه تاع هكذا بياض البيض ونقعدو هكذا نحلو فيه. ونخلطو هنا، لازم بسرعة نحلو بياض البيض تاعنا ونخلطو هكذا مع العسل والسكر. هكذا لازم نكونوا يعني سريعين في هذه المرحلة باش نحلو مليح بياض البيض تاعنا. هكذا ونقعدو غير بشوية نزيدو في بياض البيض ونخلطو، نحلوه مليح هكذا. نحلو ونخلطو يعني نحلو فيه هكذا مليح ونخلطو هكذا. ونواصلوا العملية حتى نكملوا كاع بياض البيض تاعنا. اذا الان راح نعاودوا نشعلوا النار، نار قليلة انا اللي غادي نديرها في هذا الصغير، ونقعدوا هكذا نخلطوا لمدة 40 دقيقة حتى يتقال لنا مليح مليح. اذا هكذا بعد التحريك المستمر الخليط تاعنا راه يتقال كما راكم تشوفوا. اذا بعد مرور 40 دقيقة الان راح نضيفوا الفانيليا تاعنا ومبشور الليمون والمكسرات تاعنا. مكسرات يعني من الافضل يكونوا دافيين هكذا باش يعاونونا تقعد لنا النوغة تاعنا دائما يعني حامية، خاطش مادامها تبرد كل ما تبرد كل ما يصعب علينا خلطها
هكذا العملية راح تكون شوية صعيبة. نخلطوا هادو كل شيء مع بعض، خلاص الان الخليط تاعنا راه جاهز. اذا مباشره نكونوا موجدين كما راكم تشوفوا في الصينيه، راني درت بابي سلفيغيزي ودرت له شويه زيت، دهنته بشويه زيت، وني حاطه هنا الاطار تاعي باش نفرغ في وسطه النوقة تاعنا. اذا نفرغوا هنايا، هكذا لازم نخدمو بالخف قبل، يعني ما تلبس لنا النوقة تاعنا وتنشف. هكذا ونقعدو بشوية هكذا نمشو فيها. اذا هكذا كي نديرو كاع النوقة تاعنا هنايا في الصينية، انا جبت هنا بابي سيبيريزي واحد اخر، يعني قطعت غير طرف صغير ودرت له شوية زيت. اذا نحطوها هنايا من الفوق ونقعد هكذا نسقم فيها باش تجيني مستويه يعني من الفوق هكا. نضغط عليها مليح، يعني يا ديروا هكذا يا ديروا يعني اي حاجه تكون مسطحه تضغطوا بها مليح هكذا. اذا راح نخلو النوقة تاعنا ترتاح، يعني غير نخلوها غير على جنب ترتاح درجة حرارة الغرفة، تبرد مليح يعني ساعة ساعتين، ومن بعد نقومو بتقطيعها. دابا بعد ما تبرد لنا النوقة تاعنا مليح، الان راح نقومو بتقطيعها. اذا اول شيء راح نقطعها غير شوية من حواشي باش توخر لي باغوا. الان راح نبداو نقطعو فيها هكذا بالطول. هكذا تكون النوقة تاعنا، ونزيدو نواصلو التقطيع. من الجهتين وريها لكم هكذا مليح كما راكم تشوفوا، راه يبان لنا اللوز هكا والبيستاش. فوالا هكذا ونكملوا التقطيع تاع النوقة تاعنا كامل. النوقة تاعنا راهي وجدت كما تشوفوا، فوالا هكذا نقربها لكم تشوفوها. نقطعوها قطع صغيره كما هكذا، يعني دي كاري صغار. فوالا ان شاء الله تكون وصفه اليوم عجبتكم. كالعاده نقول لكم مقادير الوصفة راهي باللغتين الإنجليزية والفرنسية تحت الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة. إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله، مع السلامة.